قذيفة مدفع كانت سببا في تشريد عائلة أم علي ودفن رفيق عمرها أبو علي قرب أطلال بيتها في منطقة البوكمال السورية. أم علي تمكنت وأبناؤها الجرحى من الوصول إلى مستشفى القائم العراقي لتلقي العلاجات اللازمة. بيتنا وقعت عليه قذيفة وصوبتهم وقتلت زلمتي. على ما نطلع من البيت يعني نهزم قاموا يضربون علينا. على ما نطلعوا على الباب بقعت القذيفة قتلت زلمتي جرحت عجياني وموتتهم. هاي شوفت عيونكم. طلعنا من البيت اروح على البيت الثاني. لسه ما طلعنا انا وابويا ونزلت القذيفة وتفجرت علينا وتقتلهم ستة من جيراننا وابويا سابع وجرحى 70 جريح و17 قتيل بهالقذيفة قذيفة هاون. عثمان ذو الثمان سنوات لم يثنه صغر سنه عن حمل السلاح والمطالبة بالثأر من قتلة أبيه بعد أن شاهده يسقط صريعا أمام عينيه نتيجة قذيفة مدفع سقطت على منزله. استشهد أبوي رحت شلت الرشاة البارودة رحت القتل أبوي راح أقتله وجيت وطقيت بالبارودة وحطيته على الثوار والثوار عاد الراحة. لم تنتهي مأساة عائلة أم علي حتى بعد وصولهم كلاجئين إلى الأراضي العراقية ولم يلتئم جرحها في فقدان زوجها والمسكن. جرح لا يزال ينزف دما وربما ليس من السهل شفاؤه. من داخل مستشفى القائم الحكومي على الحدود العراقية السورية، أحمد الحمداني، العربية.